أكدت شرطة ديالى قيامها بمساندة قيادة عمليات المحافظة في عملية عسكرية في منطقة حاوي العظيم وبعض المناطق المحاذية لمحافظة صلاح الدين لتتبع خلايا داعش. تواصل قيادة شرطة ديالى بالتنسيق مع عمليات ديالى والفرقة الخامسة والحشد الشعبي تنفيذ عملية أمنية لتفتيش مناطق الواقعة ضمن الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين. أيضا هناك عملية أخرى بالتزامن مع عملية محافظة ديالى من انطلقت من محافظة صلاح الدين اشتركت بها عمليات صلاح الدين وعمليات سامرة. هذه العمليات تستهدف منع تواجد عصابات داعش الإرهابية في مناطق الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين. العملية استمرت منذ 48 ساعة وهي مستمرة.